خنسدشفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متتبعين قناة فوق شوية. نتمنى إخواني أخواتي أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة الجيدة لإخواني المغاربة داخل أرض وطن وخارج الوطن، وأكيد السلام لكل البلدان الشقيقة. فإخواني أخواتي اليوم غيكون فيديو فيه جوج ديال الأجزاء، جزئين إخواني أخواتي، وغيكون عصير قاصح، عصير خاتر، عصير خاتر زعزع الإخوان. اليوم غنزعزع لكم المشاعر الصحفي الإعلامي المسعور وليس بالمشهور، والعصير الثاني غيكون أكيد للمتحول مولطالون اللي ما غنذكرش الاسم ديالو، اللي هو لا يشرفني لأنه أصلا ماشي الاسم ديالو هو هذا، فهو فقط اسم مستعار، اسم ديال تمراويت ديالو اللي احنا لا يشرفنا يكون كينتمي لا للنساء ولا للرجال، على داكشي اللي كيدير في حياته وعلى داكشي اللي كينشر لنا على المغرب والمغاربة. لو نكمل او جملة قالك بغي يستقر في المغرب، احنا باريين منك، احنا باريين منك الى يوم الدين، احنا باريين منك والمغاربة والمغرب باري منك الى يوم الدين. الجزء الاول غادي نطرقوا ليه الموضوع ديال السهم الاعلامي المسعور وليس بالمشهور، اللي كنا عارفينه اللي هو دار واحد الحمله شرسه على السيد الدكتور والبروفيسور السي محمد الفايد، اللي احنا كنتعناو به كمغاربه وكنفتخروا به. وكيف ما قال هذا السيد الاعلامي، قال على اننا دار اغلاط وما كنقدروش نواجهوه، وعنده بزاف ديال الناس اللي ما تيبغيوش. فانا تنقول لك السي الاعلامي المسعور، كنا كمغاربه اللي هما اليوتيوبرز درنا فيديوهات وضامنا مع الاخ السي محمد الفايد او للوالد او للسيد، لانه السيد قيمه وهمه وشان، السيد قيمه وهمه وشان، لا في السن ديالو ولا في شخصيته ولا في قرايته ولا في الشواهد ديال الدكاتره اللي عنده اللي تحرق ما يتم. هادشي كامل ما غاديش نجي انا ولا انت ولا واحد اخر اللي غادي يعطيه قيمه، فقيمته كتكلم عليه. فبلا اننا ما نبقاو نوريوكم وجهكم في المرايا، خليونا ساكتين من الافضل، فاللي جبدنا غيلقانا. فهاد السيد هذا الاعلامي المسعور اللي كانت نجحات ليه وصدقات ليه واحد الطريقه دارها، هو انه هاجم المغنيه، عجب الناس الحال لانه تكلم في الصراحه وفي الحقيقه. ولكن باش الانسان منين واحد المره يتكلم بعقلانيه مره اخرى ما يبقاش غير يفرتق في الهضره، ما يبقاش الانسان غير يفرتق في الهضره. صدقات ليه المره الثانيه انه هاجم نعيمه البدويه اليوتيوبرز المعروفه، منين هاجمها صدقات ليه مره اخرى لانه الناس ما كانش عاجبهم داكشي اللي كانت كدير نعيمه البدويه، لانه كانت كتكلم بطريقه وحشيه، كانت كتكلم بطريقه مستفزه، كانت كتوجه الهضره بطريقه لا اخلاقيه. فهاد السيد هذا استغل الفرصه، حتى هو قال لك قدم شكايه اتجاه البدويه، فهو كمواطن من حقه انه يقدم شكايه حتى على من بغى. ولكن السي ما حدا صدقات لك انك هاجمتي البدويه، فما من حقكش اخويا انك تهاجم السي محمد دكتور الفايد اللي هو بزاف عليك وما توصلوش لا في قرايته لا في شواهد الدكتورات اللي عنده لا في مستواه الاخلاقي لا في مستواه التربوي لا في مستواه الدراسي. السيد همه وشان ومسيرته كتكلم عليه، ما غنجيش انا نعطي عليه راي وانت غتعطي عليه راي والاخر غيعطي عليه راي. فهو الحمد لله شخصيته وصوته امام المجتمع لا المغربي ولا العالمي، العالمي بصفه عامه ما غاديش نجيو حنا نعطيو عليه واحد الصوره، لانه صورته كافيه، صورته وشواهده وقراءته وتربيته واخلاقه كافيه، ما غنجيوش حنايا نعطيو واحد النظريه على السيد او نعطيو واحد الشرح على هذا السيد هذا. فاش غنقول لك والله العظيم الا غباؤك يضر راس. فاوصفنا هذا السيد هذا اللي هو الاعلامي المسعور، اوصفنا بواحد الكلام اللي هو فاحش، كلام وحشي، كلام لا اخلاقي ولا تربوي. وصف الشعب المغربي او للناس اللي كيتضامنوا مع هذا السيد هذا اللي هو الدكتور والبروفيسور سي محمد الفايد، وصفنا اننا واكلين بول البعير او شاربين بول البعير
واكلين الحاجة التانية اللي أنا والله القسم أقسم لكم بالله الإخوان ما قدرت نقول هذه الكلمة هذه، يعني واكلين خروج البعير، قالها بديك الكلمة الفاسقة، بديك الكلمة المسخة، واكلين خروج البعير قالها كيف ما خصت قال. فهذا هذا إعلامي يشرف المغاربة، هذا إعلامي يشرف المغرب، هذا إعلامي يقبل أنه يتستضيف عنده هذا السيد السي محمد الدكتور الفيد؟ واش هذا السيد هذا بعقله؟ فاش غنقول لكم إخواني أخواتي، هذاك البرنامج ديال هذا السيد الإعلامي المسعور فقط نخليوه مع الدومة، نخليوه مع سينا اللعينة، نخليوها الإخوان مع المثليين بحال نور، نخليوه مع التراكس، ونخليوه مع بزاف ديال الناس اللي هما يعني أنهم مشاهير. فسي محمد الفيد يستاهل على أنه يمر في واحد البرنامج اللي هو محترم، برنامج ديني، برنامج ثقافي، برنامج الناس الباحثين والعلميين، برنامج الناس الدكاترة البروفيسور. هذا هو البرنامج اللي يستحق على أنه يتكرم ويدوس فيه هذا السيد هذا سي محمد الفيد. أما باش يدوس برنامج لا أخلاقي ولا تربوي ما عنده لاش يدوس فيه، وحنا كمغاربة وكفانز ديال داك السيد هذا اللي كيعطي فقط نصائح ديال التغذية ونصائح في الطب ونصائح في بزاف ديال المجالات اللي حنا كفانز ديالو وكنبغيوه وكنحماقوا عليه، واللي بغى يموت وينطح راسه مع الحيط ينطح راسه مع الحيط، حنا ما تيهمناش. فاش غنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، هاد السيد هذا زاد عن حده وسمانا بالبعير وقال علينا البعير وشاربين بول البعير واكلين خروج البعير وبالكلمه الفاسقه. وانا ما قدرتش اخواني اخواتي انني نقول هاد الكلمه هذه لانني كنحترمكم وكنحترم القناه ديالي وكنحترم المتتبعين ديالي. فاخواني اخواتي غادي نمروا للقسم الثاني. القسم الثاني، قبل ما نمروا للقسم الثاني فكنعطي ميساج لهذا الصحافي المسعور، هو انه الى ما دارش حلقه في لسانه ولا لسانه في حلقه فاكيد حنا ما غاديش نسكتوا وغادي نبقاو مناضلين وكندافعوا على هذا السيد الدكتور والبروفيسور سي محمد الفيد اللي بحال هاد الناس اللي غاديين في الانقراض، وحنا غاديين في كسب ناس تافهين، ناس دون المستوى، غاديين في كسب ناس دون المستوى. ف ما كاينش لا مجال للمقارنه بين الدكتور الفيد وبين هذا الصحفي المسعور. إخواني أخواتي ندوزوا القسم ديالنا الثاني اللي هو اللي أمامكم في الصورة، اللي هو الإخوان المتحول، المتحول الجنسي مول الطالون، السي مول الطالون. فقال لك من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره، ماشي نصفقوا ليه، ما خصناش نصفقوا ليه، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد كيصفق لهذا السيد هذا. فمتحول جنسي كيعطيو على انها حرية شخصية، هذا تجاوز شي حاجة سميتها الخصوصية ولا عالنها للعالم، واللي كيتفرجوا ماشي دايما ناس راهم فايتين 18 سنه ولكن راهم متبعينه اللي دراري صغار او بنات صغار اللي هما اقل من 17 سنه، وبزاف ديال الناس اللي شافوا على انه كيطلع معاه قاصرين وكيعاود ينزلهم من بعد ما كيعرفهم انهم قاصرين. فهاد السيد هذا خاصو يعرف على انهم تابعينه دراري صغار، كاينه اللي واخده التليفون لامها سرقاته لامها وقاسه كتفرج في هاد مول الطالون، وكاينه اللي خداته لختها وكتفرج فيه بلا ما يعرفوها دارهم، كاينه اللي دارهم شراو ليها التليفون باش انها تحفظ فيه وتقرا فيه في هاد المده هادي اللي حنا فيها ديال الحجر الصحي. فغتنوض البنت او لينوض الشاب اللي هما باقين في واحد السن اللي هو لا يتجاوز 17 سنه او 18 سنه غادي يشاهدوا هاد المتحول الجنسي اللي هو كيعطي واحد الفكره وباغي يعطي واحد الفكره للناس، وبالخصوص الناس اللي باقين صغارين اللي ما فاهمين ما دايين في الدنيا، اللي غادي تقول لهم الشمس منين كطلع غيتيقوك، واللي غتقول لهم منين كتغرب غيتيقوك. يعني هذوك الوليدات اللي هما ما فايتينش 18 سنه وما فايتينش 20 سنه فكلهم عقلهم صغير، واللي قلتيها لهم غيديروها، يعني كيبان لهم هاد السيد هذا راه هو القدوه ديالهم. هاد الشخص او لهاد المتحول اللي كيتبعوه ناس
أقل من 18 سنة يقدر يأثر عليهم، ماشي يقدر يأثر عليهم، كيأثر عليهم إخواني أخواتي. هاد الشيء اللي كيلتجئ ليه هو هاد المثلية الجنسية اللي هو منتمي ليها، بينه وبين راسه ما قلنا والو، يدبر لراسه ولا يمشي يتعالج اللي يسال من عند الناس. هي النصيحة فقط. ولكن فاش نوليو نشوفوا هاد السيد هذا كينشر لينا وسط من الشعب المغربي واحد الفكرة بغى يقنع بها الناس على أنه المثلية الجنسية شيء طبيعي وخاص الناس يتقبلوها بحل شرب الماء. حنا نمشيو بعيد مثلا إخواني أخواتي على أنه يجي شي واحد من شي قارة أخرى يبغي يوصل واحد الفكرة دياله، جايبها معاه من شي دولة من شي قارة أخرى من عقليته، هو باغي ينشر الفكرة غيبقى يقولها ويعاود يقولها حتى غادي تولي تجينا عادية، غتولي تجينا هاد الفكرة وغادي نتقبلوها، غتولي تجينا عادية. فهاد السيد هذا لازم أنه يتعالج، ولا خاص لي وقفوا عند حده. وحنا كمغاربة وحنا كأصحاب قنوات اللي صوتنا كنوصلوه للشعب المغربي، فأكيد غادي نوقفوا هاد المهزلة هادي وغادي نبديو بالرأي ديالنا، لأننا غير معجبين بهاد السيد هذا اللي باغي يعطي واحد الفكرة على الشعب المغربي اللي كيطلع معاه فاسدين وفاسقين بحال ابن أبي دار اللي مطلع معاه في اللايف ديالو وكتعطي النصائح. حنا ما بغيناش النصائح ديال أبي دار، حنا ما عندنا ما نديرو بالنصائح ديال ديك السيده اللي شوهتها بقلاقيل، شوهتها تشهدوا عليها في فيلم الزين اللي فيك اللي كلشي المغاربه عارفين اش تتسوى ديك السيده. يعني باش تطلع هاد المسخه هادي تعطي الراي ديالها في الشعب المغربي وتوصل الفكره ديالها وتقول لهاد السيد انت كتوصل غير رايك وانت كتشجع الشباب المغربي باش انهم يعرفوا الدنيا شنو فيها، لا سي انت كتفسد لينا الشعب المغربي وبالخصوص الناس المراهقين اللي ما واصلينش وما فايتينش 18 سنه. فاش غنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل الخوت، انا بنفسي انني كمغربيه حره ما راضياش على هذه المهزله، لا ديال الاعلامي ولا ديال هاد مول الطالون ولا ديال حتى شي واحد اللي غادي يدير بحال هذه المهزله ديال هاد جوج ديال الناس. حسبي الله ونعم الوكيل، ولكن لافوت في الناس اللي مدعمينهم والناس اللي متبعينهم والناس اللي هازين بهم على اساس راهم تيجيبوا لنا اكيصنعوا لنا النواوي. اش غنقول لكم اخوتي، حسبي الله ونعم الوكيل. خليتكم على خير خوتي خواتاتي، تهلاو لي فراسكم، اكيد غنتلاقاو في فيديو اخر ومعلومه اخرى، والسلام عليكم.